بالنسبة لي يعني كل هذه الاجتماعات تاع مجلس الوزراء هي يعني اجتماعات شكلية يعني يعملوها فقط لإجراء بعض الترتيبات التي تتغير بتغير مصالح العصب داخل النظام. لو نشوفوا يعني المتتبع يعني للأحداث، كانوا الشيء المهم في هذه التغييرات أو التي نسميها ترتيبات هي المجيء ببيل جود من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل. ناس كثير يعني قالوا أنه هذا بيل جود يعني هبطوله في الرتبة تاعه. أنا عندي قراءة مغايرة تماما، يعني من قبل عملوا قانون السماح للخواص بالاستثمار في النقل الجوي شركات الطيران واستثمار الخواص في النقل البحري كذلك، ثم بعد ذلك مروا قانون يقول السماح باستيراد الطائرات والبواخر القديمة، يعني هنا بين قوسين الخردة، يعني ونفتح هنا قوسين كيفاش الدولة هذه اللي 5 سنين ما سمحتش باستيراد السيارات القديمة حتى الآن تسمح باستيراد الطائرات والبواخر القديمة. إذن هناك كعكة كبيرة في وزارة النقل تبون، وبما أنه يعني بيل جود حافظ أسراره في وزارة السكن، هو كان معاه وكان فيه فساد عارم وهائل في وزارة السكن، تبون بجلب بيل جود إلى وزارة النقل. هو يريد أن يحمي نفسه من جهة ويحمي بيل جود بأثر رجعي، يعني يحمي ما سبق ويحمي اللي هو جاي. لأنه ولكن ليس هناك ربما عادة في كل بلدان رئيس حتى شخص مقرب منه يكلفه بمهام يعني يحدث هذا، يعني كل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات يختارون عادة من يرون بأنهم اشتغلوا معهم لسنوات مثل ما هذا الشأن. ثم قطاع النقل الأمر ليس يتعلق فقط بهذا الجانب، شراء الطائرات والبواخر لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، هناك كذلك قضية أمن الطرقات. يعني هناك نقاط كثيرة في اجتماع مجلس الوزراء، المراقبة التقنية لمركبات النقل كل 3 أشهر، تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون الأمور المرور، تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين في تسليم رخص سياقة لغير المؤهلين، يعني مع طبعا ما يحدث من حوادث مؤسفة ومؤلمة هذه الأيام. بطبيعة الحال في كل دول العالم يعني المحترمة ورئيس الوزراء ولا رئيس يجيب ناس من يعني من الناس اللي هم ثقة تاعه ويكونوا مؤهلين، وهذوك الناس يقدمهم قبل للشعب. يعني انت تشوف في الديمقراطيات انه رئيس ولا رئيس الوزراء يقدم يعني الفريق تاعه في الانتخابات، والرؤساء والوزراء هذو يكونوا منتخبين يعني من طرف الشعب، ثم بعد ذلك يحطهم الرئيس ولا رئيس الوزراء في المكان الذي يستحقونه. نحن هنا لا نتكلم على دولة يعني بمعنى الدولة، يعني هي مجموعة يعني كما سماها الكايد صالح نفسه عصابة متشاكسة تتضارب على المصالح. إذا اللي يكون يعني في الواجهة لازم يحط ناس يحميه ويحميهم هو كذلك. لو أنا هذه قراءتي، لأنه الآن كيفاش أنا قلت لك يعني سيارات قديمة ما قبلوش يستوردوهم ويفتحوا المجال لاستيراد البواخر القديمة. أنت تعرف الآن الجزائر كان عندها حوالي 18 باخرة، الآن بقوا فيه 4 ولا 5 يشتغلوا، وهذو 4 ولا 5 راهم ما مش قادرين يعني يمشيوا، لأنه مرات يحجزوهم في موانئ الآن العالم لعدم مطابقتهم لشروط يعني الملاحة البحرية. ولذلك والآن تعرف راهم يشتريوا بواخر باش يشريوا السلع، وبما أن الجزائر تستورد كل شيء يعني فيه كعكة كبيرة، ولذلك هؤلاء يريدون شراء يعني الخردة. ومع أنه بعد البانديمي هذه بوست كوفيد والحرب أوكرانيا أسعار البواخر ارتفعت كثيرا، يعني حتى البواخر اللي راحين يشريوها الخردة طيب. لكن بيان 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 الحكومة أو بيان الرئاسة في اجتماع مجلس الوزراء، يعني أقرأ حرفيا، ليس هناك إشارة إلى القديمة، يتحدث عن الاقتناء
الإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، تدعيم الخطوط لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية من الجزائر نحو الوجهات الدولية، الفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، هذا ما كنت تشير إليه، نقل خاصة جوية بحرية تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال. يعني هناك شروط، يعني الشروط العالمية، حتى لو كان هناك نقل خاص راه سيستجيب بالتأكيد الشروط الدولية، ولا لن تطير هذه الطائرات. أيضا يتحدث البيان عن تحويل الطائرات الخاصة، هنا الكثير من النقاش، المصادرة بأحكام قضائية ضمن قضايا الفساد إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الأجال. طبعا ما أي هذه الطائرات؟ طائرات خاصة لمن؟ لحداد كما تم يعني ترديد ذلك، أم الجزائريون لا يعرفون تفاصيل حول هذه الطائرات الخاصة؟ وأيضا هذا فتح المجال للخواص. شوف، لا أحد يعلم يعني واش يدور داخل سيتوت أوباك، هذا السيستم يسميه أوباك، ولذلك أنت تشوف يعني المستثمرين عادة ما يجيش يشوف واش قالوا في مجلس وزراء الجزائر، ولا يجي المستثمرين في العالم يشوفوا واش قال تبون، ولا واش قالت النشرة الثامنة في الجزائر. المستثمرين يروحوا يعني للهيئات المختصة اللي تصدر تقارير. انت تشوف علاشك تحكي طائرات، منين جاوا هذو الطائرات؟ لانه ما كانش ترانسبارونسي. انت تشوف منظمة ترانسبارونسي لما تخرج التقارير الكلاسمو، يعني تشوف الجزائر في المراتب الأخيرة. هذه المرة الأخيرة يقولوا إقلاع اقتصادي سنة 2022، هذا الأسبوع صدر تقرير تاع الإيكونوميك فريدوم، هذا اللي تتولاه يعني إيريتاج وول ستريت جورنال، هذه اللي تأسست من 1889، يعني تعطي للجزائر مرتبة 167، يعني حوالي ربع دول إفريقية فقط بعد الجزائر. وخبراء الاقتصاد وعلماء الاجتماع كلهم يقولوا يعني يقولوا there is no prosperity without economic freedom. يعني ولكن في المقابل هناك تقرير هذه هي مؤشر التنمية يظهر في الصورة، يضع الجزائر في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة إفريقيا. بطبيعة الحال مؤشر التنمية يعتمد على نسبة يعني اللي زادها الناتج الخام للدولة في هذه السنة. احنا نعرفوا الجزائر يعني ما عندها ولا شيء تنتجه، عندها شوية غاز وشوية بترول، ومعروف أنه في سنة 2021 وهذه سنة 2022 معروف أنه أسعار الطاقة ارتفعت ودخلوا فيه أموال إضافية رفعوا هذه النسبة. ولكن